طيب، كم ركعة سنة الجمعة في المسجد وفي المنزل؟ هو بالنسبة لسنة الجمعة البعدية، أو شيء ما في سنة جمعة قبلية، السنة البعدية للجمعة اختلف فيها أهل العلم. بعض ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين في البيت، وثبت عنه صلى أربع في المسجد. فبعض أهل العلم قال سنة الجمعة البعدية ست ركعات، ثنتين في البيت وأربع في المسجد. وبعض أهل العلم قال لا، إن صلاها في المسجد فهي أربع، وإن صلاها في البيت فهي ثنتين. إن صلاها في المسجد فهي أربع، وإن صلاها في البيت فهي ثنتين. وبعضهم قال هي ثنتين بس كسنة بعدية. وهذا الأظهر، والعلم أن السنة البعدية للظهر الجمعة هي ركعتين فقط. والله العالم.